طب يا ابراهيم، كده سؤال من الكنترول يا فناننا الجميل الصغير. ربنا يخليك. عايزين نعرف بقى ايه التمثال اللي جاي، او الافكار اللي جايه، وصلت فيها لحد فين، لو في حاجه كده معينه لينا. ربنا يخليك يا استاذ عمر، وان شاء الله هيكون في خطوه كويسه، واتمنى يعني من الجهات المختصه تتبنى موضوعي وفكرتي، لان انا حابب ان شاء الله يكون ليا مكان، حتى سواء صغير او كبير. المهم انا حابب ان انا اعمل متحف خاص بالخرده، اشكال مصريه للاجسام المصريين القدماء سواء فرعونيه. فالمكان والفكره حلوه وعايزه تنتشر جامد، وحابب ان هي تكون معروفه في مصر. أكيد هتنتشر يا إبراهيم، لأنه أنت أفكارك مختلفة، كمان هي أفكارك كلها صديقة للبيئة. فكرة أن أنت تعيد استخدام المخلفات وإعادة تدويرها مرة أخرى في أشكال تماثيل أو نحت أو أعمال نحتية جميلة جدا، فأكيد تستاهل كل دعم.